بالنسبة لشراء السيارة أو شراء البضاعة بالآجل لا حرج في ذلك، ولو زاد صاحب السلعة بهذه القيمة بأن قسطها على ذلك الشخص وزاد في قيمة السلعة، ويحدد أيضا أو يقوم أيضا بينهما التحديد للمدة وكذلك أيضا بالأقساط التي يقوم بدفعها. أما ما يتعلق بأن يكون هناك شرطا جزائيا على المشتري في حالة أنه تأخر عن هذه الأقساط، فنقول لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز له، لأن هذا من فعل الجاهلية، وهذا هو الحقيقة، هو من ربا الجاهلية. فكان أهل الجاهلية إذا أقرض شخصا مبلغا من المال قال، فإذا جاء أو حل الموعد جاء له قال إما أن تقضي أو أن تربي، أي ترابي، أي يرفع السعر عليه، يعني يزيد عليه في هذا المبلغ. فهذا هو حال الجاهلية، لذلك لا يجوز أن يدخل المسلم في معاملة مثل هذه المعاملات. وإن كان بعض الناس يدخل في هذه المعاملات ويقول لا أنا أستطيع السداد، نقول أولا إذا أنت دخلت في مثل هذه المعاملة، أولا أنت أقررت أو صار عندك إقرار بالربا في توقيعك لهذا العقد، لأن العقد مشتمل على هذا الشرط، وهذا الشرط هو شرط ربوي، فلا يجوز لك أن تدخل في مثل هذا الشرط وهذا العقد وتوقع عليه وتقر عليه، فإقرارك هذا إقرار بالربا، فلا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تدخل في مثل هذا العقد. ولا يجوز أيضا الشركات أو الجهات أن تعمل مثل هذا العمل بزيادة المبلغ في حال عدم استطاعته للسداد، فيقومون بزيادة المبلغ الذي اقترضه لأنه قد تأخر عن السداد، فلا يجوز لهم فعل ذلك، وكما بينا أن هذا من فعل الجاهلية. نعم.